وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. يهدف مشروع القانون إلى كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوحيد برنامج الدعم النقدي في منظومة موحدة. نتابع. تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 17 من الدستور والتي تضمن توفير ضمان اجتماعي لمن لا يتمتع بخدمات التأمين الاجتماعي، تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعلى ذلك جاءت موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا. كما يستهدف مشروع القانون كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وكذا تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية. كذلك يهدف مشروع القانون إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنح من الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح لتعظيم الاستفادة من الدعم وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة وبما يكفل لهم حياة كريمة. المجلس وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ وناقش عددا من مواده، وأرجى استكمال النقاش حوله لجلسة قادمة. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق أفضل حماية للأسر الأكثر فقرا والأقل دخلا هو الهدف من وراء تقدم الحكومة بمشروع قانون لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي. وعلى ذلك جاءت موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون الذي يهدف كذلك إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية. من مجلس الشيوخ محمود إسماعيل، التلفزيون المصري.